فكرته غريبة، يعرض لك اللوحات القديمة أرمات عمان. هذا يقدم لوحة التاريخ تبعها هي موجودة 1949 من أيام من عبد الله الأول المؤسس. هذه الفاتورة وش؟ هاي تبعت سنيورة مشهورة. فاتورة سنيورة كانت قديمة زمان. سنيورة يعني ملحم السنيورة. ملحم قدس كانت هاي فاتورتها، كانت سعرها 15 دينار، يعني كان 15 دينار في الأردن إشي كبير. وش ثمن أجهزة دهان وكتابة أرمة؟ أيوة كبيرة. يعني هو سوى اللوحات 15 دينار. هاي بس هو ما عملها. هو ما عمل إشي هون. ما عمل إشي من هون. يعني كل هدول الخططين زمان. هو ما عندوش إشي هون عندهم. هون دكاترة مهندسين أطباء. هاي أرمات عمان القديمة، لوحة عمان القديمة. هاي أرمات القديمة. كان هاي أول فكرة في المتحف موجودة في العالم كله. أنا يقول صاحب المتحف أخذ 40 سنة ويجمع باللوح على قولتهم الأرمات القديمة. بقالة أبو جمال، استوديو كولومبيا، مشويات المغربي، ضامنون العرب. ما فهمت منه يقول هم عندهم وكالة دعاية وإعلان خطاط، فالمحل اللي بيبدل لوحته ويأخذون القديمة عنده يسووا له لوحة، فبعضهم يعطيهم مجان بعضهم يشترونه. تجمعت عنده لوح سواها متحف. خلاص يعني هذه الكبينة صارت تاريخ وأثار. تفارة ما طمع. مساء الخير يا عم، كيفك؟ هذا الريسبشن صور كعبة استفان.